يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 85 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا فلسفة الرجعة. لماذا الرجعة؟ لماذا صار نحر الحسين ثمنا للرجعة؟ بدأت حديثي بعد أن طرحت هذا العنوان، بدأت حديثي عن فلسفة الغيبة، من هنا بدأ الحديث عن علة الغيبة. إنني أتحدث عن غيبة إمام زماننا الحجة بن الحسن، الحكمة من غيبته،
لماذا غاب إمام زماننا؟ خلاصة القول: صحائف الغيبة طويلة، وسطور تلك الصحائف كثيرة. عرضت بعضا من وجوه الحكمة في هذا الموضوع. الوجه الأول: تجنب القتل. الوجه الثاني: تجنب الخضوع لحكم الظالمين بحسب الأمر الواقع. الوجه الثالث: نفور الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الواقع الشيعي، كراهيته لواقعنا الشيعي، فهو واقع وسخ قذر، ناقض لبيعة الغدير. الإمام بين ذلك في رسائله للمفيد، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الثانية: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، أتمنى أن تعودوا إليها، فهي متوفرة على الشبكة العنكبوتية. وقرأت أيضا عليكم ما جاء في علل الشرائع لشيخنا الصدوق من بيان إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. فإن الله سبحانه وتعالى يكره أن يجاور صاحب الأمر الواقع الشيعي القذر. لماذا؟ لأنه واقع ناقض لبيعة الغدير، وبيعة الغدير هي بيعة مع الله أولا، ومع محمد ثانيا، ومع علي ثالثا. فإن الله يكره أن يجاور أحب الخلق إليه الحجة بن الحسن واقعنا الشيعي القذر الذي على رأسه المؤسسة الدينية الشيعية القذرة، التي على رأسها المرجعية الشيعية القذرة، بقذارات عقائد النواصب وأفكارهم الوسخة. ولذا فإن مراجع الشيعة قد نقضوا بيعة الغدير بحسب بيانات إمام زماننا فيما أرسله من الرسائل إلى الشيخ المفيد وإلى مراجع الشيعة زمان الشيخ المفيد. وقد مر كل هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية، ولطالما عرضته
في برامجي المختلفة. وصلت معكم إلى هنا في الحلقات المتقدمة. إذن الوجه الأول من وجوه الحكمة من الغيبة تجنب القتل، والوجه الثاني تجنب الخضوع لسلطة الحاكمين بحسب الأمر الواقع. فحينما يخرج إمامنا الحجة بن الحسن في يوم ظهوره، ليس هناك من بيعة بحسب الأمر الواقع في عنقه. والوجه الثالث كراهية إمام زماننا، وبالدرجة الأولى كراهية الله أن يجاور الحجة ابن الحسن الواقعة الشيعية القذر، إنها قذارة مراجع النجف التي نشروها في كل أصقاع الواقع الشيعي. من هنا فإن إمام زماننا يكره مجاورة الواقع الشيعي لأنه تقذر بقذارات مراجع النجف. إذن كم كرهه لمراجع النجف، لواقع النجف، كم كرهه لمنهج مراجع النجف. مذ جنح، هو الذي يقول له مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. الإمام هنا يتحدث عن منهج السلف الصالح الذي تركه مراجع النجف وكربلاء. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أية قذارة قذروا أنفسهم بها ثم قذروا الواقع الشيعي وقذرونا معهم. هؤلاء القذرون الوسخون الكاذبون الكذابون الخائنون الذين خانوا عهود الولاية والإمامة، كما يقول صاحب الأمر، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لذا فإن إمام زماننا يكره الواقع الشيعية الذي يرتبط بهذه الوجودات القذرة. فكم يكره واقعهم، وكم يكره منهجهم القذر الوسخ الذي نقضوا به بيعة الغدير. ما هذه بيانات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. الويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهمجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغودر الحق إذ قهرتا مقهورا،
وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهرا بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل. الوجه الرابع من وجوه الحكمة من غيبة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق الحديث السابع من الباب 79 بعد 100، والذي عنوانه علة الغيبة. بسنده عن حنان ابن سدير، وهناك من يقرأه حنان، عن حنان ابن سدير، عن حنان ابن سدير عن أبيه، عن أبيه السدير الصيرفي، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن للقائم منا غيبة يطول أمدها. الإمام يتحدث هنا إما عن الغيبتين معا، عن الغيبة القصيرة وعن الغيبة الطويلة، وإما عن الغيبة الطويلة، والذي يبدو فإن الإمام يتحدث عن الغيبتين معا. إن للقائم منا غيبة يطول أمدها، فقلت له سدير الصيرفي يقول لإمامنا الصادق: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: إن الله عز وجل أبى إلا أن يجري فيه، أن يجري فيه أو أن يجري فيه. إن الله أبى إلا أن يجري فيه أو يجري فيه، المعنى واحد. إن الله عز وجل أبى إلا أن يجري فيه، يجري في إمامنا سنن الأنبياء. المراد من السنن القوانين والأحكام التي خضعت لها سيرة الأنبياء ومجرى رسالاتهم وماذا جرى عليهم في تطبيقات حياتهم اليومية. الصادق يقول: إن للقائم منا غيبة يطول أمدها. فقلت له، سدير يقول للصادق، سدير الصيرفي: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: إن الله أبى إلا أن يجري فيه، يجري في القائم، إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء. إذا قرأناها أن يجري فيه سنن الأنبياء ستكون مفعولا به. إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم. فالأنبياء كانت لهم غيبات، كل نبي بحسبه، وإنه
لابد له يا سدير. الإمام لا زال يواصل حديثه مع سدير الصيرفي، وإنه لابد له، لابد للقائم يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. قال الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن من كان قبلكم. قال الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن من كان قبلكم. إذن الوجه الرابع من وجوه الحكمة من غيبة إمام زماننا، لابد أن تجري في إمام زماننا سنن الأنبياء فيما يرتبط بغيباتهم. أساسا ما الحكمة من غيبة أي نبي؟ الحكمة من غيبات الأنبياء أن غيبة النبي تشكل سببا من أسباب تأسيس علاقة جديدة مع الأمة، مع المجتمع بعد انقطاع، وذلك له تأثير في البنية النفسية والوجدانية الجمعية، لا أتحدث عن الأفراد. قطعاً سيكون هناك تأثير على الأفراد، لكنني أتحدث هنا عن البنية الوجدانية والنفسية الجمعية، مثلما هناك كما تسمعون هناك عقل جمعي، هناك بنية وجدانية هي الأخرى، تكون جزءا من تشكيل العقل الجمعي للأمة وللمجتمع. غيبات الأنبياء لها مدخلية في تشكيل العلاقة فيما بينهم وبين أممهم. لا كما يقول القائلون من أنها تكون سببا لتكميل الأنبياء. الغيبات لها علاقة بتأسيس ما يكون فيما بين النبي من رابطة من علائق وبين أمته ومجتمعه، فهم يعرفون أنبياءهم قبل الغيبة، والأنبياء سيرتهم جميلة عند أممهم، وسيرة عوائلهم وسمعة عشائرهم طيبة عند أممهم،
هذا هو الذي نعرفه من ثقافة العترة الطاهرة ومن تاريخ الأنبياء الذين اطلعنا على تفاصيل سيرتهم من خلال القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، ومن خلال أحاديثهم ورواياتهم صلوات الله عليهم. فحينما يغيب النبي ستتعمق محبة، سيتعمق ميل إن لم يكن عند الجميع عند بعض الأمة، كي يشكل ذلك قاعدة مناسبة للاستجابة حينما يبدأ النبي دعوته. أنا لا أتحدث هنا عن كل التفاصيل، إنني أشير إلى بعض الجهات، فليس حديثي هنا عن غيبات الأنبياء، لأنني إذا أردت أن أفتح هذا الموضوع فهذا يحتاج إلى وقت طويل، فلا بد أن نتناول مجموعة من غيبات الأنبياء، ولا بد أن ندرس الواقعة التاريخية والواقعة السياسية والواقعة المجتمعية لأمة ذلك النبي قبل غيبته وزمان غيبته، وبعد ذلك ما يترتب من انعكاسات ومن تأثيرات على رسالة النبي بعد عودته من غيبته، وكيف ستكون استجابة الأمة له، أو على الأقل هل تشكلت قاعدة مناسبة على المستوى الوجداني، على المستوى النفسي، على المستوى العاطفي، كي تستجيب لدعوة النبي في بدايتها، كي يشكل ذلك قاعدة ومنطلقا لحركة رسالة النبي في الأمة التي بعث إليها. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، إنما أردت أن أقرب لكم الفكرة التي تتحدث عنها هذه الرواية. إن الله أبى إلا أن يجري فيه في القائم أو يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم، وإنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. سؤال يطرح نفسه: من هو المحجوج بمن؟ هل محمد وآل محمد محجوجون بالأنبياء الذين سبقوهم حتى تجري سننهم فيهم، أم أن الأنبياء الذين سبقوا محمدا وآل محمد محجوجون بمحمد وآل محمد؟ نحن نتحدث عن عالم النبوة، لا شأن لنا بالتأريخ وتفاصيل الزمان. عالم النبوة هو جزء من عالم الحقيقة. في عالم الحقيقة الأنبياء طرا محجوجون بمحمد وآل محمد، وليس محمد وآل محمد محجوجين بأي نبي من الأنبياء. محمد
هو النبي الأعظم وآل محمد نبيهم الأعظم محمد فقط، وبقية الأنبياء من أبينا آدم إلى آخر نبي من الأنبياء وإلى آخر وصي من الأوصياء قبل محمد وحتى في زمان محمد، فعبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم، وأبو طالب وصي من أوصياء إبراهيم، وأوصياء إبراهيم أنبياء. هذه ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بما يقوله أيضا نواصب سقيفة بني نجف. عبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم، وأبو طالب وصي من أوصياء إبراهيم، وأوصياء إبراهيم طرا أنبياء، فهؤلاء أنبياء. كل الأنبياء قبل محمد وفي زمان محمد كلهم محجوجون بمحمد وآل محمد. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وآله في واقعة الدار، في دار أبي طالب حينما جمعهم النبي، جمع الهاشميين، نصب عليهم عليا إماما، فكان علي إماما على أبي طالب الوصي النبي وعلى غيره في بدايات البعثة، حين نزل الأمر القرآني على النبي من أن ينذر عشيرته الأقربين. أنا لا أجد وقتا كي أتحدث في كل التفاصيل، لكن من الآخر الأنبياء طرا، الأوصياء طرا منذ أبينا آدم وإلى الذين أدركوا زمان محمد صلى الله عليه وآله محجوجون بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهم من أشياعهم، هم من أشياع محمد. فاطمة، آل فاطمة من أبنائها المعصومين من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كان الأنبياء محجوجين بمحمد وآل محمد، كيف صار الأمر أن سننهم تجري على قائم آل محمد، في قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ في الحقيقة هذه السنن في عالم الحقيقة هي سننه، هي سنن محمد وآل محمد أساسا وأصالة، وجرت على الأنبياء تفرعا. لابد أن نعرف، أن ندرك وجود وعاءين. هناك وعاء الوعي الإنساني، وهناك وعاء الوعي الرباني.
وعاء الوعي الرباني خاص بمحمد وآل محمد لا يخرج إلى غيرهم. ووعاء الوعي الإنساني هذا موجود عند بني الإنسان من أبينا آدم إلى كل بني من الأنبياء والأوصياء والأولياء وغيرهم، قطعا سيكون عند الأنبياء والأوصياء والأولياء بدرجة أرقى، بدرجة أشرف، سيكون عندهم في أجمل حالاته، في أبهى صوره، وفي أنظف ما يمكن أن يكون، بينما سيكون عند الآخرين ملوثا، سيكون ملوثا، ملوثا بالجهل، بالجهالة، بالحماقة، بآثار الذنوب والخطايا. أسباب تلوثه كثيرة، والمقام ليس منعقدا للحديث عن هذا الموضوع، فإن الذنوب تترك أثارا في هذا الوعاء، في وعاء الوعي الإنساني. في وعاء الوعي الإنساني الحدث يكون جزءا من الزمن، ولذا فللزمان حاكمية، بينما في وعاء الوعي الرباني الزمن يكون جزءا من الحدث. نحن حينما نوجه أنظارنا إلى الآية التي تعرفونها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا، هذا هو الحدث بالنسبة لي سيكون جزءا من الزمان، بالنسبة لله ولرسوله ولآل رسوله فإن الزمان سيكون جزءا من الحدث. ليس هناك من زمان ماض أو حاضر أو مستقبل، فالزمن سيكون جزءا من الحدث، النظر سيكون إلى الحدث، بينما بالنسبة لي فإن الحدث سيكون جزءا من الزمن، سيكون محكوما بالزمان. فارق كبير بين الوعاءين. ومن هنا فإن السنن التي تجري على الأنبياء تشكل جزءا في وعاء الوعي الإنساني. لماذا؟ لأن الأحداث في كل تلك المجريات تكون جزءا من الزمن، لأن الزمن هو الفاعل وهو الحاكم، بينما في الوعاء الرباني وهو كما قلت لكم وعاء خاص بمحمد وآل محمد الزمن جزء من الحدث لا يشكل أهمية بالنسبة لهم. ومن هنا فإن السنن سننهم أساسا هي جزء من وعاء الوعي الرباني
وزمانها جزء منها، جزء من حدثيتها. بينما في الأنبياء فإن حدثية الأحداث هي جزء من الزمان الحاكم عليهم، هم محجوجون بمحمد وآل محمد. لكن القضية لابد أن تظهر بالتدريج، لابد أن تظهر بالترتيب بحسب ما تقتضيه حكمة التنظيم. وإذا أردت أن أذهب إلى البعد العميق في المعاني بحسب قوانين التجلي، ما الذي يتجلى وما الذي لا يتجلى في هذه المرتبة من مراتب الظهور؟ فمنذ زمان أبينا آدم إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله تدرجت النبوات وترتبت الرسالات بحسب اقتضاء الحكمة المحمدية العلوية. من هنا كان علي معهم باطنا، كان علي معهم باطنا. هذا يعيدنا إلى قوانين التجلي في مراحل الظهور، في كل مرحلة بحسبها. المطالب عميقة ودقيقة جدا. أقرب لكم الفكرة بمثال حسي. ماكينة العرض السينمائي القديمة، تطورت الآن أجهزة العرض، ماكينة العرض السينمائي وحتى الأجهزة الحديثة المتطورة مع القديمة تبتني على فكرة واحدة: هناك مكان، محل، موضع يوجد فيه الفيلم بكامله. هذا الفيلم الذي كتبه كاتب وأخرجه مخرج وأنتجه منتج إلى أن صار على هذا الشريط السينمائي. بعض الأفلام تتألف من بكرة واحدة، بعض الأفلام تتألف من بكرتين أو أكثر من شريط الأفلام السينمائية. تركب البكرة، بكرة الشريط، على ماكينة العرض، وبعد ذلك يبدأ البث باتجاه الشاشة. الجالسون في صالة السينما يشاهدون الأحداث بحسب. إذا كان المشاهد لا يرى الأحداث بهذه الفكرة وبهذا المنظار، فإنه سيرى مجموعة من الوقائع ليست مترابطة. من هنا يؤتى بالموسيقى التصويرية لأجل ترابط الأحداث والوقائع زمانيا. الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية تعطي إيحاءً
للتراتبية الزمانية، لأنه في كل مقطع تتغير الموسيقى التصويرية. في الحدث المخيف هناك موسيقى تصويرية تتناسب مع هذا الحدث. في الحدث الساخر الكوميدي هناك موسيقى تتناسب مع هذا الحدث. وفي الحدث المفرح هناك موسيقى أخرى، هناك نغمات أخرى، هناك إيقاع آخر. الموسيقى التصويرية، جربوا أن تشاهدوا الأفلام من دون موسيقى تصويرية، لن تجدوا ترابطا زمانيا. الموسيقى التصويرية تعطي إيحاء للمشاهد بالتراتبية الزمانية للأحداث التي يراها المشاهد في الفيلم، فسيكون المشاهد محكوما بسلطة الزمن الذي يهيمن على أحداث الفيلم، فالمشاهد يرى ما يعرض على الشاشة، يرى أن الحدث يشكل جزءا من الزمن. بينما إذا ذهبنا إلى ماكينة العرض السينمائي وإلى بكرة الفيلم السينمائي، إلى مجموع الشريط السينمائي، فليس هناك من زمان حاكم على الحدث، فإن الزمن سيكون جزءا من الحدث، فكل التفاصيل قد جمعت في هذا الشريط بما فيها الزمان. ولكن حين العرض ستعرض أحداث الفيلم شيئا فشيئا، وكل حدث سيكون محكوما بالزمن الذي هو خط طولي لكل أحداث الفيلم يشعرنا به ويوحي إلينا به ما نسمعه ونحن غير ملتفتين إلى ما نسمعه من الموسيقى التصويرية. هذا مثال تقريبي، فما يجري من الأحداث على أرض الواقع هو انعكاس لما يتشكل في وعاء الوعي الإنساني، والذي جرى على الأنبياء هو جزء من هذا التصور. بالنسبة لمحمد وآل محمد، هم محيطون بهذا الوعاء، بوعاء الوعي الإنساني، لكن الوعاء الذي هو وعاؤهم هو وعاء الوعي الرباني، فارق بين الوعاءين. في وعاء الوعي الرباني الزمن جزء من الحدث، ليس هناك من ماض وحاضر ومستقبل، الزمن نقطة واحدة هم يقسمونها بحسب حكمتهم. بينما في وعاء الوعي الإنساني الحدث جزء من الزمن، لأن الزمن بملابساته، لأن الزمن بحيثياته وبكل التفاصيل المرتبطة به، إن كانت مكانية أو كانت وجدانية نفسية
الزمن هو المتحكم. ومن هنا فإن الحدث سيكون جزءا من الزمن. من هنا فإن أعمارنا هي رأس مالنا، ورأس المال هو الذي يكون فاعلا في تفاصيل التجارة. فتفاصيل تجارتنا مردها إلى العنصر الحاكم، إلى أعمارنا، إلى الزمن. الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن الحلقة ليست معدة لهذا. إنني أتحدث عن فلسفة الرجعة، وذلك قادني للحديث عن فلسفة الغيبة. وأنا أعرض بين أيديكم وجوه الحكمة من غيبة إمام زماننا بحسب ما جاء عنهم صلوات الله عليهم، ببيان موجز ومختصر. فأضطر في بعض الأحيان أن أوضح بعض المطالب كي لا تفهم هذه الروايات بسذاجة، مثلما عودكم مراجع النجف وكربلاء، ومثلما عودكم وكلاؤهم وخطباؤهم، ومثلما عودتكم فضائياتهم. أتعلمون لماذا يفهمون النصوص بسذاجة؟ لأنهم يفهمون النصوص وفقا لقواعد الفهم الشافعي، وهؤلاء المخالفون هم أعراب. هذا هو المنهج الأعرابي الذي يتحدث عنه محمد وآل محمد. حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل مرحلة كانت تنسجم مع الذوق الأعرابي، مع الذوق البدوي، ونسخت ببيعة الغدير، ودخلنا في مرحلة التأويل. ومرحلة التأويل مرحلة تدرجية. الذين تابعوا منكم مجموعة حلقات أعرف إمامك، المجموعة التي سبقت هذه المجموعة في هذا البرنامج، حدثتكم عن المتعمقين في آخر الزمان. وآخر الزمان قطعا الغيبة الطويلة هي جزء حقيقي، بل هي آخر الزمان بعينه. المتعمقون في آخر الزمان، في الغيبة الطويلة، في الغيبة الكبرى، إنما يصلون إلى هذا التعمق بحكم مرحلة التأويل. وهذا ما لا يستطيع مراجع النجف وكربلاء أن يدركوه، لأن مفردات فكرهم أخذت من المنهج الشافعي ومن المنهج المعتزلي. قد يكون المنهج المعتزلي أكثر عمقا من المنهج الأشعري الذي عليه الشوافع، لكنه يبقى منهجا سطحيا، وسطحيا جدا 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 بالقياس إلى العمق العميق في منطق العترة الطاهرة. في بعض الأحيان تجدون عمقا في حديثي، صدقوني هذه سذاجة بالقياس إلى المعاني العميقة والدقيقة في ثقافة العترة الطاهرة التي لا أجد فائدة في بيانها. فإنني أخاطب عقولا قد ركبت تركيبا أعرابيا. منهج حوزة النجف منهج أعرابي، خطباء المنبر عندكم أعراب، ما هم بشيعة. قد يكونون شيعة في الانتماء الاجتماعي من أسر شيعية، قد يكونون شيعة
لأنهم يحبون عليا وآل علي. أنا لا أنكر عليهم ذلك، إنما أنكر عليهم تركيب عقولهم، فهو تركيب أعرابي. حتى الذين درسوا الفلسفة منهم، الفلسفة عميقة لكن لا علاقة بالفلسفة التي يدرسونها بحكمة علي وآل علي. الفلسفة التي يدرسونها إما أن يدرسوا الفلسفة القديمة أو أن يدرسوا الفلسفة الحديثة أو أن يدرسوا التصوف والعرفان، وكل ذلك آل محمد براء من، لا علاقة لمحمد وآل محمد به، كذبا ينسب إلى آل محمد. ما عند آل محمد في ثقافتهم وفكرهم هو أعمق وأعمق وأعمق، لكننا ابتلينا بهذه الثقافة الأعرابية، إنها ثقافة الطوسي ومن جاء بعده إلى يومنا هذا. من هنا حين يحدثونكم عن مضامين الآيات والروايات والأدعية والزيارات، يحدثونكم بسذاجة وبغباء لا مثيل له. لذا دائما أصر في برامجي من أن المصادر الصحيحة الأصيلة لثقافة العترة الطاهرة، أولا قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي قواعد منهجهم التفسيري هناك من البيان الذي يقودنا إلى أعمق المضامين القرآنية التي لا تخطر على أي عقل من عقول هؤلاء الأعراب، لا من أعراب سقيفة بني ساعدة ولا من أعراب سقيفة بني نجف. من هنا جاءت تفاسيرهم عبارة عن ركام من الأفكار الأعرابية، هذه السطحية والسذاجة في فهم الدين جاءتنا من الثقافة الأعرابية التي أنشئت مرحلة التنزيل على أساسها. لابد أن يكون الخطاب حينئذ مناسبا للواقع الذي يتحرك فيه، وهو واقع أعرابي صرف، بينما مرحلة التنزيل نسخت بحسب ثقافة العترة الطاهرة، وبقيت عندنا مرحلة التأويل. لكن مراجع النجف وكربلاء لا يفقهون شيئا منها، لأنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، ولذا لا يوجد فارق فيما بين منهجهم وبين منهج النواصب من أبناء سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم،
ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ملك يخطط أن يتواصل ملكه عبر ولده، رزق في هذه الأيام طفلا لم يكن عنده من ولد سابقا، ورزق في هذه الأيام طفلا، فبدأ الملك يخطط بجد لهذا الطفل الذي لا يعي شيئا، طفل في قماطه، لا زال رضيعا في أيامه الأولى، في أسبوعه الأول، والملك يخطط تمام التخطيط، وخلال سنة هيأ كل شيء، هيأ كل شيء لولده. إذا ما صار في سن الرجال فإنه سيكون حاكما لهذه البلاد. وبدأت الرعاية والتدريب والتعليم والتربية لهذا الطفل لإعداده أن يكون ملكا، لتجهيزه أن يكون حاكما في قادم الأيام. هناك وعاءان، هناك مكانان، هناك وعاء اشتغل عليه الملك، الملك الكبير الأب، فهيأ كل شيء لحكومة ولده، وكل شيء قد جمع: القوانين، الدساتير، الوثائق الرسمية، الأموال، المستشارين، هيأ كل شيء، حتى قد هيأ المكان الذي سيعيش فيه، واختار له زوجته من الآن. قطعا اختار له زوجته من الآن، أقصد من أنه اختار له زوجة من أي عائلة ستكون، لا أتحدث عن بنت بعينها، وربما شخص بنتا بعينها. هيأ كل شيء، هذا وعاء جمعت فيه كل التفاصيل، وليس للزمان من سلطة على تلك التفاصيل، فإن الزمان هنا كأنه صار جزءا من التفاصيل. بينما ما يجري على هذا الطفل في عملية التدريب والتربية والتعليم والتهيئة والإعداد يجري عليه بشكل تكون المجريات جزءا من الزمان، لأنه محكوم بالزمان، فلا يمكن أن تكون كل الأشياء التي هيئت بين يدي هذا الطفل مرة واحدة، لابد أن يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى المكان الذي يكون فيه قادرا على أن يحكم البلاد. فهناك وعاءان، هناك وعاء
هيأه الملك الآب كان الزمان فيه جزءا من الحدث، لأن الملك قد طوى الزمان. حين أقول قد طوى الزمان فإنه قد خطط لأن يكون ولده ملكا في سن العشرين مثلا، فإنه قد خطط أن يكون ولده ملكا في سن العشرين، وهو إلى الآن في أيامه الأولى لم يكن قد تجاوز السنة الأولى، إلا أن الملك الأب طوى الزمان، لم يكن ناظرا إلى الزمان، وإنما كان ناظرا إلى الأحداث، إلى التفاصيل، فهيأ كل شيء. هذا وعاء. الأمثلة تقريبية تقرب من وجه وتبعد من وجوه، أتمنى أن تنظروا إلى الجهة المقربة فقط. هذه أمثلة قاصرة ناقصة، لكنني أريد أن أوضح لكم المطلب. فماذا أفعل؟ فأحتاج إلى هذه الأمثلة. بينما الوعاء الثاني، المكان الثاني بالنسبة لابن الملك، إنه يتدرج شيئا فشيئا بحسب الزمان، ولا يدري ماذا قد هيأ له أبوه، لازال طفلا يدربونه بحسب عمره، فهو لا يعلم ماذا قد هيأ له أبوه. الحكاية هي هي. البرنامج الكلي عند محمد وآل محمد في وعاء الوعي الرباني، وما يكون عند الأنبياء فإنه في وعاء آخر، وهو في وعاء الوعي الإنساني. وقد مرت علينا التفاصيل في الرجعة من أن الله قد أخذ الميثاق على الأنبياء طرا وعلى أوصيائهم، أخذ الميثاق عليهم جميعا في أن ينصروا محمدا وعليا، في أن ينصروا القائم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأنبياء طرا سيكونون موجودين في عصر الرجعة العظيمة. مر هذا الكلام علينا. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم المقصود من أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن تجري سنن الأنبياء في قائم آل محمد صلوات الله عليه. هذه بيانات من الإمام المعصوم في مستوى المدارات، لأن الثقافة الأعرابية في مرحلة التنزيل كانت تنظر إلى الأنبياء وكأنهم بمنزلة محمد صلى الله عليه وآله، بل في كثير من الأحيان كان النبي يستدل على ولايته وعلى فضله بآيات من القرآن تحدثنا عن ولاية وفضل نبي من الأنبياء. والأعراب كانوا من الصحابة يقيسون ذلك على رسول الله. انتقلت هذه الثقافة الأعرابية إلى الواقع الشيعي، لأن مراجع النجف حبسوا أنفسهم
في تلك الثقافة الأعرابية، بينما إذا أردنا أن نعود إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم لوجدنا أنه لا وجه للمقايسة بين الأنبياء طرا وبين محمد صلى الله عليه وآله، لا وجه للمقايسة أبدا أبدا. حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، كل الأنبياء يذلون لهم، كل الأنبياء في مقام المذلة بين أيديهم، وذل كل شيء لكم، كل الأنبياء راجعون إليهم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وهذا الإياب وهذا الحساب ليس محصورا في نقطة معينة في مقام معين، هذا في كل مراتب الوجود، في كل طبقات التحقق، في كل مدارج ومراتب وعاء الوعي الرباني. ماذا أقول لكم؟ المطالب واسعة مفصلة، والوقت يجري سريعا. نذهب إلى فاصل. يا حسين أدري بيلي يفلس معديك كم جرى يا حسين والعيت بأنظى للشهر يمضي بيك كل أحد يا بوليم وصعب من صعب الحجر عتبي عليك ما ينحي من الهم يا امرات اعتابي من طيحت على الغبر يا امرات اعتابي من طيحت على الغبر بقلبي ترى يحتي رجمي فيها من طيحت على يا حسين خبرة من طيحت على الله لا يخرج لسانك يا حسين خبرة من طيحت على هناك نقطة لابد أن تكون حاضرة دائما في أذهاننا حينما نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم، من أن المشروع المهدوي الأعظم هو مقدمة لعصر الرجعة العظيمة وزبدة عصر الرجعة العظيمة الدولة المحمدية العظمى في آخره. فكل المشروع تمهيد لتلك الدولة، ومنذ بيعة الغدير إلى يوم ظهور إمامنا كل الذي جرى بما فيها عاشوراء، عاشوراء العظيمة
بما فيها عاشوراء كله تمهيد لقائم آل محمد، وكل الذي جرى في النبوات والرسالات تمهيد لرسالة محمد صلى الله عليه وآله، وهو في الوقت نفسه تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، البرنامج هو برنامج الخلافة الإلهية في الأرض. هذه القضية لابد أن تكون حاضرة دائما في أذهاننا، حينئذ سيكون هذا الأمر مفهوما من أن سنن الأنبياء التي ترتبط بغيباتهم ستجري في غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن صار عندنا أربعة وجوه من وجوه الحكمة التي ترتبط بالغيبة المهدوية: تجنب القتل، تجنب الخضوع لحكم الظالمين بحسب الأمر الواقع، الابتعاد عن الواقع الشيعي لأنه واقع قذر فاسد، ولذا فإن الإمام يكره مجاورة هذا الواقع، ومشكلة هذا الواقع هم مراجع الدين عند الشيعة، إنهم خونة نقضوا عهد الإمامة والولاية مع الحجة ابن الحسن، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أولئك الخونة الموجودون الآن هم جزء منهم، هم خونة كما الذين ماتوا. هذا هو الواقع الشيعي الذي لأجله إمام زماننا قد هجره وأوكل أمر الشيعة إلى أنفسهم، ولذا لعب الشيعة بأنفسهم ما لعبوا. من هنا امتطاهم مراجعهم فجعلوا منهم حميرا ديخيين، أتحفونا كي نعرف قدر أنفسنا، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. أتحفونا فنحن الديخيون، أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل، اطمئن، تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. لا مو علم اجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة. الوجه الرابع
أن تجري سنن الأنبياء في غيباتهم، وأن تظهر في غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في تطبيقاتها، في شؤونها المختلفة. فغيبة الإمام صحائفها كثيرة، منها ما يرتبط بزمانها وطوله، ومنها ما يرتبط بمكان الإمام وتواجده أثناء الغيبة، ومنها ما يرتبط بالذين لهم تواصل من الشيعة مع إمامهم، ومنها. الوجه الخامس من وجوه الحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يرتبط بمدى تحقق الكثير من الملابسات والظروف، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو ثقافي ومنها ما هو تكويني. فهناك من الملابسات التكوينية التي ترتبط بأحوال الأرض، بأحوال السماء، التي ترتبط بالبيئة والبحار والأرزاق والطعام والشراب والأمراض والأوبئة، إلى قائمة طويلة من العناوين. فهناك مجموعة كبيرة من الملابسات والظروف، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، منها ما هو علمي معرفي، ومنها ما هو عقائدي وجداني نفسي، إن كان ذلك مرتبطا بشيعة علي وآل علي، أو كان مرتبطا بالذين يقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ما هو مرتبط بالعربي لأن منطقة الظهور منطقة عربية، ومنها ما هو مرتبط بأهل العراق بشكل خاص لأن الإمام سيكون مقره في العراق، ومنها. لابد أن تتحقق أمور وأمور حتى تنتهي هذه الغيبة. ولذا نقرأ في كثير من الأحاديث والروايات والنصوص من أنه لا يكون الظهور حتى يكون كذا وكذا. وكيف يكون الظهور ولم يكن قد تحقق وصار كذا وكذا؟ فعندنا الكثير من النصوص تخبرنا وتحدثنا
من أن ظهور الإمام لن يتحقق، أي أن الغيبة لن تنتهي، أي أن الغيبة مستمرة حتى يتحقق كذا وكذا وكذا، وهي أمور كثيرة مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، منها ما يرتبط بالحياة الدينية، ومنها ما يرتبط بالحياة الدنيوية، منها ما يرتبط بالسياسة، بالاجتماع، بالاقتصاد، بالثقافة، و على سبيل المثال أقرأ لكم هذه الرواية، إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، من الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية، صفحة 348، والحديث حديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والله، الإمام يقسم، والله ليظهرن عليكم صاحبكم، هو صاحب الأمر، هو إمامنا، وليس في عنقه لأحد بيعة. هذا الكلام مر علينا. والله ليظهرن عليكم صاحبكم وليس في عنقه لأحد بيعة. وقال: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. لابد من تحقق أمور كثيرة على مستوى الواقع الديني سلبا أو إيجابا، وعلى مستوى الواقع الدنيوي سلبا أو إيجابا، حتى تكون الأحوال بهذا الوصف الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فمثل ما قال إمامنا الصادق: والله ليظهرن عليكم صاحبكم وليس في عنقه لأحد بيعة، الإمام يحدثنا أيضا من أن وجها آخر من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية، فيقول: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لماذا يشك أهل اليقين؟ قطعا المراد من أهل اليقين هم خاصة الشيعة، هم الخاصة الذين يفترض فيهم أن يكونوا على معرفة، على وضوح في الرؤية. قطعا المراد هنا من أهل اليقين بالمعنى العرفي، بالمعنى العرفي. فلا يوجد عندنا في واقعنا الشيعي أهل يقين بالمعنى الحقيقي، هذا لا نستطيع أن نتصوره. هذا الواقع الوسخ القذر، وسخ وقذر بقذارات النواصب العقائدية. ثقافتنا القرآنية ناصبية، ثقافتنا العقائدية ناصبية، فقهنا وفتاوانا وفقا للمذاق الناصبي، كل ما عندنا
جاء به مراجع النجف وكربلاء من النواصب، مجتمع هذا حاله، يقدس مراجع رؤوسهم مشحونة بالخذارة بالوسخ الناصبي، فمن أين يوجد عندنا أهل يقين بالمعنى الحقيقي؟ فأهل اليقين هؤلاء بالمعنى العرفي خاصة الشيعة، ممن يظهرون العلاقة بمحمد وآل محمد كما أفعل أنا وغيري على مستوى الألسنة، على مستوى الحديث، وعلى مستوى الظاهرة الصوتية ليس إلا. فهؤلاء الذين يلقلقون كثيرا أنا وغيري عن صاحب الزمان وعن ظهوره وعن علاماته وعن كل ما يرتبط بشؤونه بسبب الملابسات، بسبب الظروف النفسية التي نعيشها، بسبب الملابسات والوقائع الدنيوية التي تحيط بنا، بسبب واقعنا السياسي، واقعنا الاجتماعي، عوامل الضغط وانشغالنا بما يجري حولنا من أمورنا الشخصية أو غيرها، فإننا سنعرض عن إمام زماننا وإن كنا نتكلم عنه. نحن نتكلم عنه وفي الوقت نفسه معرضون عنه بسبب انشغالنا بالتوافه التي تشغلنا، إن كانت تلك التوافه مما تؤذينا أو كانت تلك التوافه مما تريحنا. صدقوني هذا هو واقعنا. أنا أتحدث أولا عن واقعي وبعد ذلك أتحدث ثانيا عن واقعكم، وحينما أقول من أنني أتحدث عن واقعي هذا الكلام ليس تواضعا، هذه هي الحقيقة من الآخر، هذا هو واقعنا. نحن ظاهرة صوتية فقط، هذا هو واقعنا. ولذا إمامنا الصادق يقول متحدثا عن صاحب الأمر: هو نبأ عظيم، هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، نحن عنه معرضون، هذه هي الحقيقة. وإن كان كلامنا كثيرا، على أي حال هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل في القول. فإمامنا الصادق يقول: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هذا المنطق هو جزء من المنطق القرآني، وهو أيضا جزء من السنن التي جرت على الرسل والأنبياء. القرآن في سورة يوسف وفي الآية العاشرة بعد المئة، بعد البسملة من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل، الرسل، وتذكروا من أن الرسل لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين محمد وآل محمد، الرسل وأشرف الرسل هم أشياع محمد وآل محمد، فليس من عجب أن يكون حالهم هذا إذا أردنا أن نقايسهم بمحمد وآل محمد. أما العجب العجاب أن يكون هذا إذا أردنا أن نقايسهم بأحوالنا، إذا كان الرسل هكذا. حتى إذا استيأس الرسل،
هذه الآية مخيفة. صدقوني طيلة عمري أروح وأعود إلى هذه الآية، أقف حائرا في فنائها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. آية غريبة عجيبة هذه الآية. حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا، أنا لا أريد أن أقف عند الآية في بيان مضمونها، أكتفي بما يظهر من ألفاظها وما يصل إلى أذهانكم، عودوا إليها وتدبروا فيها. إنني قد تحدثت عنها مرارا وكرارا في برامجي المختلفة وشرحت وبينت مضمونها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما هذه السنن التي تجري في الرسل والأنبياء؟ هل تجري على محمد وآل محمد؟ إنما تجري على شيعتهم. هذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل. هذا مثال وصورة ربما تلخص لكم ما تقدم من حديث عن وعاء الوعي الإنساني وعن وعاء الوعي الرباني. هذا مصداق من مصاديق وعاء الوعي الإنساني. أما وعاء الوعي الرباني فذلك أمر آخر. هذه الكلمة ما هي بعظيمة بالنسبة لأمير المؤمنين؟ هي عظيمة بالنسبة إلينا حين يقول سيد الأوصياء: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذه لمحة خاطفة في حواشي وعاء الوعي الرباني. هذه ما هي بكلمة عظيمة بالنسبة للأمير؟ لا تعد بشيء. هذه ما هي من مناقبه ولا هي من فضائله. هذه في حواشي مناقب علي، وربما حتى لا تصل إلى هذا المقام وإلى هذه الدرجة. علي يتجاوز هذه المعاني. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ولماذا لا ينتشر الشك في الواقع الشيعي؟ والواقع الشيعي أبعد ما يكون عن الثقافة الحقيقية المهدوية. كثيرون يتحدثون عبر الفضائيات، وكثيرون وأكثر منهم يتحدثون عبر الإنترنت، وكثيرون ربما يتحدثون على المنابر وفي المساجد والحسينيات. يكثر الحديث عن إمام زماننا، لكن صدقوني
إنني أتحدث عن قناعتي، تتفقون معي تختلفون معي، هذا أمر راجع إليكم. صدقوني، إلى هذه اللحظة لم أستمع إلى متحدث يتحدث عن الإمام المهدي وعن الثقافة المهدوية وشؤونها وهو يتحدث وفقا لثقافة العترة الأصيلة إلى هذه اللحظة. صدقوني، لا قرأت كتابا ولا استمعت إلى حديث من متحدث، لا باللغة العربية ولا باللغة الفارسية، لأن الذين يتحدثون عن الإمام الحجة في الأعم الأغلب إما أن يتحدثوا بالعربية أو أن يتحدثوا بالفارسية، هذا هو الواقع الذي نلامسه. صدقوني، إلى هذه اللحظة، هذه قناعتي، قد تجدون ذلك مبالغة، قد تجدون ذلك عقدة نفسية، قد تجدون ذلك جهلا وغباء، هذا ليس مهما بالنسبة لي كيف تجدون كلامي، إلا أنني أنقل لكم الحقيقة كما أعتقدها وكما لامستها. إلى هذه اللحظة طيلة حياتي لا قرأت كتابا من الذين كتبوا عن الإمام المهدي، لا قرأت كتابا ولا استمعت حديثا، لا في ماضي الأيام ولا في أيامنا هذه، لا قرأت ولا استمعت إلى شيء عن إمام زماننا وفقا لثقافة العترة الأصيلة. كل الذي قرأته وكل الذي سمعته ولا زلت أستمع إليه في أحسن أحواله مشوب بأمرين، الأمر الأول قواعد الفهم هي نفسها قواعد الفهم الشافعية، هي قواعد حوزة الطوسي، قواعد الفهم هي قواعد الفهم الشافعية، هذا أولا. وثانيا، تخلط أحاديث أهل البيت بأحاديث النواصب، لذا فإن النتائج لن تكون نظيفة صريحة واضحة بينة. هذا هو الموجود في واقعنا الشيعي، فلماذا لا تكون الأحوال بهذا الوصف الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، الشيعة عنه معرضون، فإذا كانوا معرضين عنه وإذا كان الذين يتحدثون عنه هم معرضون عن قواعد الفهم الأصيلة، ما هو هذا إعراض؟ بل هذا هو عين الإعراض. قل هو نبأ عظيم، صاحب الأمر حقيقة عظيمة، عليكم أن تبحثوا عن الوسائل العظيمة التي توصلكم إليه، عليكم أن تبحثوا عن الأسباب وعن القواعد العظيمة التي تعرفكم به. هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، من أبرز وجوه إعراض الشيعة عن صاحب الأمر
وهذا الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية من سعي المؤسسة الدينية الشيعية، من سعيها في حجب ثقافة العترة عن الشيعة. قرأت عليكم من نفس الكتاب من غيبة النعماني ما قاله أمير المؤمنين لحذيفة ابن اليمان: إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل. أنا أسألكم، هل من المنطقي أن ما وصلنا من أهل البيت من أحاديثهم وعلمهم أن 95% منه ليس صحيحا؟ هل هذا منطقي؟ يعني أن الأئمة منذ بيعة الغدير إلى سنة 329، بيعة الغدير متى حدثت؟ في السنة 10 للهجرة. في السنة 10 للهجرة، منذ السنة 10 للهجرة وإلى سنة 329، يعني من شهر ذي الحجة في السنة 10 إلى شهر شعبان سنة 329، حيث انتهت الغيبة الأولى. عبر هذه القرون أكثر من 3 قرون ما وصل إلينا منهم لا يصح من إلا بنسبة 5%. هذا كلام منطقي، هذا هو الذي قامت به حوزة النجف، وقام به الخوئي، وقام به محمد باقر الصدر، وقام به السيستاني، وهو الأسوأ والأكثر سوءا من بينهم في تضعيف أحاديث أهل البيت. أنا لست سياسيا وأطرح هنا الدعايات السياسية، أنا أحدثكم بحديث العلم، هذه حقائق، وإذا لم تكن حقائق فليكذبوها. وإنني قد أثبتت هذا بالأدلة والبراهين والوثائق عبر مئات ومئات من الساعات. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، الذين أنكروه وأبطلوه ما هم أبناء سقيفة بني ساعدة، أولئك أساسا كفروا به من البداية. والآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وصفتهم بالكافرين لأنهم كفروا ببيعة الغدير جملة وتفصيلا. الذين أنكروا وأبطلوا علم أهل البيت هم مراجع الشيعة، تركوا تفسير علي وآل علي وركضوا إلى تفاسير النواصب، تركوا عقائد علي وآل علي وركضوا إلى علم كلام النواصب، تركوا قواعد التفهيم العلوية وركضوا إلى قواعد التفهيم الشافعية. هذا هو الذي جرى في حوزة الطوسي منذ سنة 448 للهجرة، يوم أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة، وإلى يومنا هذا هؤلاء هم الذين أنكروا وأبطلوا علم أهل البيت. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، ولذا أصحاب العمائم صدقوني في النجف
حين أتحدث عن بعض معارف أهل البيت يقولون: من أين يأتي بهذه المعلومات؟ كثيرون يسألونني: لماذا أحاديثك دائما جديدة؟ من أين تأتي بهذه المعلومات الجديدة؟ أنا أقول لهم: صدقوني، الفضل ليس لي، ولو بقيت أعيش مليار سنة فإنني سأحدثكم في كل برنامج في كل يوم بشيء جديد. الفضل ليس لي ولا لأبي وأمي، صدقوني، ليس لي من كرامة خاصة، الكرامة في حديث العترة، وهذا هو الذي أريد أن أوصلكم إليه. أنتم إذا ما ارتبطتم بحديث العترة ستتلمسون الجديد في كل يوم. السر ليس عندي، وحق الزهراء، أنا ما عندي من سر، وليس لي من كرامة خاصة، وليس لي من خصوصية في شخصيتي، أنا واحد منكم. السر، كل السر في حديث العترة الطاهر. ولذا هم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، حينما يشوهون سمعتي ويحولون فيما بينكم وبيني، المقصود ليس أنا، أنا لا قيمة لي، المقصود ألا تصل إليكم ثقافة أهل البيت، لأن ثقافة أهل البيت إذا وصلت إليكم ستعرفون قذارة هؤلاء المراجع. ولذا كل الذين يتابعون هذه البرامج وصاروا على وعي ولو بنسبة جزئية، عرفوا قذارة مراجع النجف وكربلاء، وعرفوا أوساخ حوزة النجف وكربلاء. أتحدث عن قذارتهم العقائدية وأوساخهم الفكرية. ولذا هذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي ولا زال يجري. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، وتقتل رواته إما بسفك دمهم أو بقتل سمعتهم كما يفعلون معي الآن. وتقتل رواته لأنني لا أروي عن أحد، وهذا ثابت في سيرتي، وهذا ثابت في الذي أتحدث به ليل نهار. أنا لا أروي عن أحد إلا عنهم، إلا عن محمد وآل محمد. لا أحدثكم عن أحد من البشر إطلاقا، أكان صالحا أم كان طالحا، أنا لا أحدثكم إلا عن محمد وآل محمد. فهل أنا راوية أم أنني لست كذلك؟ أم أن رواة الحديث أولئك الذين يعيشون في النجف يسرقون أموالكم ولا يحسنون قراءة رواية واحدة؟ راوية الحديث الذي يتكلم، يتكلم يروي، وليس الذي يؤلف الكتب، لا يحسنون أن يحدثوكم برواية واحدة، وإذا ما تحدثوا صاروا مضحكة ومسخرة للوهابيين، والإنترنت خير دليل على ذلك. إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، وتقتل رواته، ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا، فكيف تنتشر حينئذ الثقافة الصحيحة؟ إذا لم تنتشر الثقافة الصحيحة سينتشر الشك، وهذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي اليوم. للحديث صلة، لا زال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى.
زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.